ولكن المصيبة كل المصيبة. أن تتعاون على المسلمين سياق التربية الربانية، وأن تستمر هذه السياق، وأن تزداد شدة، وهم لا ينتقلون من رقاب إلا إلى رقاب، ولا يتجاوزون إعراضا إلا إلى إعراض أشد وأقل، ويسمعون كلام رسول الله وكأن إشارة امتدت على بصائرهم فأعمتهم على المعرفة. هذا شيء عجيب جدا. بعد شهرين تقريبا كنت في فرنسا، وتشاء الأقدار أن يظهر مقال في إحدى الجرائد آنذاك في فرنسا في باريس يقول فيها كاتبها: لقد حان وقت الحملة الصليبية الأخيرة التي سيكتب لها النجاح. يقول الوزراء ان التاريخ اكبر حملات صليبيه على العالم الاسلامي لم يكتب لها النجاح، وانتصر المسلمون وخرجوا من تحت الانقاض وهم اقوياء، ولكن العالم سيشهد الان الحمله الصليبيه الاخيره التي سيفوز بها الصليبيون اليوم، والتي لن تقوم للمسلمين قائمة من بعدها. وها هو ذا مصداق هذا الكلام يطبق. الصورة التي ترسم للسطحيين والسذج والأغبياء من الناس أن المسألة عبارة عن انتصار لمظلوم بالدفاع. لا، والإخراج ينهض على هذا المنوال. أما الحقيقة التي يقعها أي عاقل حتى الأطفال فهي أن المسألة كلها تجرع، والهدف البعيد بدل القريب تمزيق نهض الأمة الإسلامية المتمثل في هذه الأمة العربية. الهدف تجديد هذه الأمة وضع بعضهم ببعضهم كما يضرب بعضهم بعضا، حتى إذا ازدادت العداوة فيما بينهم واستحكمت البغضاء تسربوا فأمر فعل أولئك الذين رأوا قلة كما قلت لكم من السفهاء لا يستطيعون أن يدبروا شؤونهم ولا أن يحافظوا على أموالهم، فتسلط عليهم بعض المستغلين وأبعدوهم عن الأرض والمال والكرامة وكل شيء، واستحلوا المكان والزمان والمال والثروة. هكذا يرون الآن، وهذا ما يجري تماما. فلا عجبا لمن يصفق من المسلمين لهذا الكيد الذي يقال له. ما رايت اطلاقا انسانا يكاد له بكل انواع الكيد التي يمكن ان ينطق بها اللسان، ويمكن ان يستخبي اللسان ويخجل من الابتلاء، ثم يصفق